قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه يرفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر، ويرى هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني. وأضاف الغنوشي في بيان لرئاسة المجلس أن تمديد الرئيس سعيد تعطيل البرلمان يعمق الأزمة السياسية في البلاد ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية ويفاقم عزلة تونس الدولية. ورأى الغنوشي أن المخرج الوحيد من الأزمة هو الإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل. واعتبر بيان رئاسة المجلس أن أي تحوير في الدستور يجب أن يكون عبر الإجراءات الدستورية التي حددها دستور عام 2014. من جانبه قال فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس إن البلاد تحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني وأنه لا وقت للتسلية. واعتبر عبد الكافي أن رئيس الجمهورية خلال خطابه مساء الاثنين الماضي لم يقدم خريطة طريق بل تواريخ، رغم أن التواريخ التي حددها مهمة، مشيرا إلى أنه يجب تحديد القانون الانتخابي في أقرب الآجال. وأردف أنه لا يوجد أي سياسي اليوم مستعد للانتخابات التشريعية التي ستقام بعد سنة لأن قانون اللعبة غير جاهز. ولفت إلى أنه يجب ترميم البيت التونسي للخروج من المأزق السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. في سياق متصل، أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تمسكها بحوار وطني يؤسسه لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتحصن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها. وأعلنت الأحزاب الثلاثة رفضها لخطاب رئيس السلطة الذي جاء مشحونا بالاتهامات وحافلا بتصورات فردية وخاليا من الاستجابة لمقتضيات معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة. ورفضت الأحزاب أي مساس بالدستور خارج إطار الشرعية وقبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد فعليا السلطة للشعب. ودعت المواطنين للمشاركة في الوقفة والتظاهر غدا الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة إحياء لذكرى اندلاع ثورة 17 من ديسمبر ودفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي. ينضم لنا عبر أقمار الاصطناعية من اسطنبول السيد ماهر مثيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي، كما ينضم إلينا عبر الانترنت من تونس سيد سرحان النصير رئيس حزب التحالف من أجل تونس. أهلا بكم معنا. وأبدأ معك سيد ماهر من البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب التونسي، هذا البيان الذي يرفض تعطيل البرلمان عاما آخر ويعتبره إجراء غير دستوري، كيف تنظرون في البداية إلى هذا البيان؟ وبالتأكيد هل لكم أن تطلعون أيضا على تفاصيل تحركاتكم خلال الفترة المقبلة بعد إجراءات الرئيس وخطابه يوم الاثنين؟ مساء الخير سيدي لك ولضيفك ولجميع مشاهدي الجزيرة المباشر. مساء الخير على الشعب التونسي الذي يحتفل غدا بذكرى اندلاع الثورة التونسية المجيدة 17 ديسمبر 2011 وتوجت ب 14 جانفي، وهذه الثورة اللي ألهمت الجماهير العربية وأكدت أن الحرية والديمقراطية غير مستحيلة في منطقتنا العربية. لا شك هناك صعوبات، هناك تحديات، ولكن الجماهير العربية والشعوب العربية بإذن الله يعني سلكت طريقها ولن تعود إلى الوراء أبدا.
بالنسبة للبرلمان هذا شيء طبيعي، ورئاسة البرلمان تمارس أعمالها بصفة طبيعية، لكن الغير الطبيعي هو ما أقدم عليه السيد قيس سعيد، لأنه هذا الرجل خرج على الناس يوم 25 جويلية وقال أنه يستعمل الفصل 80 اللي يقول أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، ولكن رجل القانون ورجل القانون الدستوري للأسف انقلب على ما درسه وما درسه لنا كطلبة، وهذه يعني حقيقة سابقة في تاريخ الانقلابات في العالم. فممكن نجد رجل من الجيش ينقلب، رجل من الأمن ينقلب، لكن رجل قانون دستوري ينقلب على الدستور الذي أقسم عليه وأقسم عليه أمامي أنا في مجلس نواب الشعب، ينقلب على هذا الدستور. ثم اليوم في الأيام الماضية طرح ما سمي بخريطة الطريق، وهي حقيقة ليست خريطة الطريق للشعب التونسي، هي خريطة الطريق فقط للسيد قيس سعيد ليستكمل مشوار انقلابه. ولأنه بصراحة ليس هناك جهة سياسية مسؤولة أو منظمة اجتماعية أو يعني عموم الشعب التونسي وافق أو أبدأ يعني استبشاره بهذه يعني الخريطة، لأن في الأخير لديها هدف واحد هو استكمال هذا الانقلاب بالانقلاب على الدستور. طيب بتغيير القوانين في هذه النقطة تحديدا بالانقلاب. عفوا سرحان، نعم. لأسأله حول هذه الفكرة تحديدا. سيد سرحان، سيد ماهر يقول أنه خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد هي ليست خريطة الطريق لتونس، ولكنها خارطة طريق للرئيس ولاستكمال ما يصفه بالانقلاب. كيف تنظرون إلى ذلك؟ بالنسبة للسيد، مساء الخير أولا، بالنسبة للسيد ماهر المذيوب أو كل المنتمين خاصة لحركة النهضة سوف يقولون أن هذا انقلاب، وأن ما قام به قيس سعيد وما أعلنه من منذ أيام هو ليس بخريطة الطريق. نحن ما يهمنا في الأمر هو رأي الشعب التونسي بالأساس، وأغلبية الشعب التونسي التي رأت في تصريحات الأستاذ قيس سعيد هي يعني إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد، جيل سياسي جديد سيقطع مع ممارسات الأحزاب السابقة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس، والتي كانت حركة النهضة مهيمنة على المشهد وأحزابا ساهمت معها طمعا منها في الحكم، وكان من دور من جملة أدوار حركة النهضة أنها تضرب هذا النسيج الحزبي والنسيج الديمقراطي والنسيج السياسي الذي كان مكتسبا بعد الثورة. اليوم يتكلمون عن مكتسب الثورة لم يشاركوا فيها حقيقة، بل هم ركبوا على أحداثها بعدما قام الشعب التونسي بإزاحة النظام السابق. اليوم ما قام به قيس سعيد هو انتصار للشعب التونسي وللإرادة التونسية. حقيقة يعني لا أفهم ردود فعل الأستاذ ماهر المذيوب. ممكن ماهر المذيوب النائب المجمد الذي كان ينشط سابقا في التجمع الدستوري أيام حكم بن علي، وبعد ذلك بعد الثورة انضم إلى حزب حركة النهضة، وبعد نهاية حركة النهضة أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا وننتظر حكما قضائيا عادلا في حل هذه الحركة الإخوانية في تونس وأقصائها من المشهد السياسي، فننتظر إلى أين سيشد رحاله سيد ماهر المذيوب، ونحن تعودنا بهذه الممارسات منه. لكن ما قام به طيب بعيد حتى عن حركة النهضة سيد سرحان، يعني هناك أحزاب أخرى ترفض إجراءات الرئيس، وهناك دعوة للتظاهر غدا في ذكرى ثورة 17 من ديسمبر. هناك أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، هناك حالة من الرفض الواسع ضد إجراءات الرئيس. سأعود إليك، لكن دعني أعود مرة أخرى لسيد ماهر مذيوب. سيد ماهر، الرئيس يصر على موقفه وعلى تنفيذ خارطة الطريق، وأنتم ترفضون في حركة النهضة، وكما ذكرت هناك أحزاب أخرى ترفض إجراءات الرئيس، لكن على الأرض الرجل يمضي في طريقه، ماذا أنتم فاعلون؟
مهم جدا هذا السؤال، لكن دعني أقول لكم أن المتحدث السابق يتحدث على أن هذا الرئيس استجاب إلى الشعب. أنا أتحداه أنه في الخطاب السابق أو اللي قبله أنه الرئيس في هذه الخريطة الطريق استجاب أو طرح أي يعني تحدي من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليوم الشعب التونسي. سيد الكريم، اليوم عندنا قرابة 5 مليار دولار عجز ميزانية، ماذا قال عنها أو ماذا فعل لها قيس سعيد؟ اليوم من يعني من 25 جويلية إلى يوم الناس هذا البطالة أصبحت 18.6، العجز التجاري يعني تضاعف، مشاكل اجتماعية متراكمة. ما هي كانت إجابة السيد قيس سعيد؟ فقط استعمال البوليس، والأهم من هذا الانزواء، والانزواء في قصره لا يتحدث مع أحد. بربكم، هل رأيتم رئيس في العالم لا يستقبل رؤساء الأحزاب؟ هل رأيتم رئيس في العالم لا يتحدث إلى المنظمات الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد يعني رجال الأعمال وللنساء؟ هذا لا يريد أن يتحدث مع أحد، وتقول لي خارج طريق الشعب التونسي، هذا هراء. عفوا، الأخطر من هذا أنه اليوم تونس تواجه تحديات حقيقية، نحن هنا لا نمزح والأرقام لا تكذب. فالمهم اليوم يجب أن يجتمع الجميع من أجل خريطة طريق مجتمعية فيها الأحزاب السياسية، فيها المنظمات الاجتماعية، فيها كل المنظمات والحساسيات في المجتمع المدني ومعناها في المحافظات، من أجل خريطة طريق حقيقية. ما طرحه قيس سعيد أراد أنه يخاطب يعني ربما بعض القوى الدولية، ولكن هذه الخريطة هي محاولة أخرى منه لاستكمال انقلابه على الدستور وعلى الشرعية وعلى مكتسبات وقيم الجمهورية. قيس سعيد لا يؤمن بالجمهورية، يؤمن بالجماهيرية. قيس سعيد لا يؤمن بالديمقراطية، يؤمن باللجان الشعبية. قيس سعيد لا يؤمن بالدستور، يؤمن بكتاب أخضر موجود فقط في ذهنه. فهذا الرجل قاد انقلابا تام الشروط والأوصاف، وذهب إلى الحقيقة، إلى الجدار، لأنه لا أحد في تونس، طيب، لا أحد في تونس يسمح بعودة قذافي من جديد في بلادنا. نعم، طيب، دعني سيد ماهر أعود إلى سيد سرحان لأسأله حول كيف يقيم هذا الكلام. يعني تونس تحتاج إلى توافق بين جميع المكونات على خارطة طريق حقيقية، هنالك مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتحتاج إلى توافق وطني. لماذا لا يتم حوار وطني بين الجميع، خاصة حينما يعلن رئيس مجلس النواب أن أي إجراء تعديل للدستور خارج دستور عام 2014 دون توافق هو سيكون بمثابة الانقلاب؟ نعم، أولا ردا على سيد ماهر المذيوب الذي قال أنه يتحداني، دعني أقول لك شيئا. ما قاله قيس سعيد هو ليس بالانقلاب. تكلم ماهر المذيوب عن وضع اقتصادي مزري، وعن وضع اجتماعي خطير، وعن وضع في الميزانية التونسية ورصد الأموال لتونس في وضع منهار. أريد أن أقول له أن من كان سببا في هذا الوضع المزري ما نعيشه اليوم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، سببها ليس قيس سعيد، بل سببها حكم حركتهم في مدى 10 سنوات، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. يقول أن قيس سعيد احتكم إلى البوليس. أريد أن أذكره أنه في عهدنا اليوم بعد 25 جوليا نحن في دولة تحترم الحريات وتحترم الديمقراطية. البوليس حكم به حركة النهضة عندما ضرب المواطنون بسلاح الرش، وعندما استعمل المدرعات واستعمل كل الأسلحة المتاحة في وزارة الداخلية في محيط البرلمان وفي شارع الحبيب بورقيبة،
واليوم يتكلم عن دور الاتحاد العام التونسي للشغل. أريد أن أذكرها أن حركة النهضة بروابط حماية الثورة ذراعها الإرهابي كانوا قد اعتدوا على النقابيين في عقر دارهم. ما أريد أن أقول سيدي الكريم، قال ما هذا الهراء، أنا أقول وما هذه التفاهة يا سيد ماهر المذيوب. البرلمان اليوم مجمد، وراشد الغنوشي وما يقوله اليوم هو يعني إنسان في طيب سيد سرحان فقط، يعني لا نريد أن تتحول أو نتحول الحوار إلى مشاحنة شخصية، وأرجو أن تبقى معي، يعني أرجو أن تبقى معي سعود إليك، لكن انضم إلينا ضيوف آخرون وأرحب بهم. معنا عبر الهاتف من تونس سيدة لمياء الخميري الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك المحلل السياسي التونسي الهادي الغلوفي. أهلا بكم معنا سيدة لمياء. يعني السؤال المهم الآن، هناك حالة من الرفض بين بعض الأحزاب السياسية، هناك دعوة للتظاهر غدا في ذكرى الثورة التونسية ورفضا لإجراءات الرئيس، ومع ذلك الرئيس يمضي في خارطة الطريق التي أعلن التي يؤيدها البعض أيضا من الأحزاب السياسية ومن الشارع التونسي. إلى أين ستمضي هذه الأزمة؟ نعم، شكرا لكم على الاستضافة. غدا هناك دعوة للتظاهر بمناسبة يعني انطلاق شرارة الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر. نعم، رئيس قيس سعيد بالرغم من الرفض يعني الواسع وبالرغم من اتساع قاعدة رافضين انقلابه يوم 25 جيلة ما زال معيا في يعني في إجراءاته، وما زال لا يستمع إلى أحد، ولست أدري إذا كان الصوت إذن كما قلت أن الرئيس قيس سعيد رغم اتساع رقعة الرفض واتساع رقعة رافضي انقلاب 25 جيلة لأنه ما زال ماضيا يعني في إجراءاته، وقد اطلع علينا بخارطة الطريق أو رزنامة أو ربما ما يتصوره إنهاء لهذه الحالة الاستثنائية، إلا أن يعني طيف كبير من القوى السياسية وأيضا الشخصيات الوطنية والشخصيات المدنية أعربت على أن هذه الخارطة هي خارطة غير جدية، وهي سوف يعني تعمق المجهول والفوضى الواقعة بها البلاد، وسوف تمد في عذابات الشعب التونسي سنة أخرى من الحكم الفردي، سنة أخرى من الاستبداد، وسنة أخرى من الأزمة الاقتصادية المفتوحة على المجهول والتي يبدو أنها من غير أفق. إذن الإنهاء الحالة الاستثنائية كان مطلبا خارجيا وكان مطلبا ممن ساند تصحيح مسار قيس سعيد، إلا أن يبدو أن قيس سعيد استجاب أخيرا لمناصري أو لمن ناصروه يوم 25 جويلية، لكن طلبوا ضمانات تسقيف هذه الحالة الاستثنائية. لكننا يعني كأحزاب سياسية وفي حزب حراك في الإرادة نحن لا نثق بمنقلب، ونحن نريد يعني الرجوع إلى الشرعية والرجوع إلى الدستور، وإن كان هناك أي حل يتم تحت سقف الدستور وتحت سقف الشرعية وتحت سقف القانون، وذلك لا يتم إلا بحوار واسع لكل المكونات السياسية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية. وقد كان لنا تجارب في تونس وقد كنا في أكثر من مناسبة نحل مشاكلنا، وهنا دعيني أسأل السيد الهادي، هل هناك أي أفق لإجراء هذا الحوار الواسع من أجل الخروج من هذه الأزمة والوصول إلى حالة توافق وطني حقيقي؟ السيناريوهات التي ربما سقطت فيها نخرج.
طيب السيد الهادي يبدو أنه ليس معنا الآن، يبدو أن هناك مشكلة فنية في التواصل معه. أعود مرة أخرى لسيد ماهر مذيوب من إسطنبول، هل هناك أفق سيد ماهر للوصول إلى هذه الحالة من التوافق الوطني ووجود حالة حوار بين مختلف الأطراف السياسية للوصول إلى توافق ما للعبور بتونس من هذه الأزمة؟ نعم، اعتقادي أن الشعب التونسي عودنا بأنه شعب ملهم، والشعب التونسي بإذن الله سيخرج من هذه الأزمة على الأرض. اليوم يوم 25 جويلية كان رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد خريجي غنوشي على الساعة 4 صباحا ذهب إلى البرلمان وقال كلمته المشهورة والشهيرة التي دخلت التاريخ: يجب فتح هذا البرلمان، وأعلن على أن هذا الأمر هو انقلاب. في البداية لم تكن عموم الطبقة السياسية ربما من نفس هذا التوصيف بنتيجة بعض الصعوبات وكذا، ليس هذا المجال لي يعني أساسا، صعوبات صحية مسؤول عليها قيس سعيد شخصيا. المهم اليوم أن أغلب الطبقة السياسية وصلت إلى نفس النتيجة التي وصلنا لها قبل 4 أشهر، هذا الرجل لا يصلح ولا يمكن الإصلاح معه، هذا الرجل ذهب في طريقه بمفرده. هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو. هو قال 25 جويلية أنا قمت بها وسأتحمل مسؤوليتي فيها تماما وإلى آخر لحظة. بالتالي هو غير مجمع، هو فقد يعني الصفة التي تسمح له، وأهم صفة لرئيس الجمهورية توحيد الشعب التونسي. الشعب التونسي الذي لم يصوت له، ونحن صوتنا له، الذي لم يصوت له ولربما عنده عليه تحفظات، يجب أن يرتفع إلى الأعلى ولا ينزل إلى الأسفل كما تحدث ضيفكم سابقا. أهم شيء اليوم أن الطبقة السياسية، الأحزاب السياسية، الاتحاد العام التونسي للشغل وكل المنظمات الفاعلة فاتحة الحوار مع بعض من أجل البحث عن مخرج. سيد الكريم، أنا كنت أستمع ما قبل يعني ما الحديث عن القضية التونسية، كان هناك حديث ممتاز وممتاز جدا على ماذا يحدث في السودان، واستمعت لكل فرقاء ماذا يقولون: التوافق، الحوار، ولا شيء غير ذلك. نحن منفتحون على هذا، نحن نعمل من أجل الحوار ومن أجل الإنصات للشعب التونسي، وأن تكون خريطة الطريق تجمع الكل. اليوم الداخل والخارج ينادي بحوار، بخريطة الطريق تشاركية، لا يمكن أن تقصي أحدا. ملاحظة بسيطة، أي إنسان أخطأ يدفع ثمن، لكن من خلال القضاء ومن خلال عدم الضغط على القضاء، لأن القضاء التونسي مستقل ولن يعود إلى القفص، لن يعود إلى القفص مهما حاول قيس سعيد أو غير قيس سعيد. كذلك الروح، روح الشعب التونسي حرة وديمقراطية. سيد الكريم، أخبرك بسر، نحن كشعب تونسي كنا ولا نزال إن شاء الله أول بلد عربي حر في المعايير الدولية، ومهما ذقت من لذات في هذه الحياة، لذة الحرية لا يمكن ولا تعوض بأي شيء آخر، ولذاق لذة الحرية لن يعني يسيب فيها وإلا يخسرها بسهولة من خلال النضال السلمي المدني والضغط المدني. سنعود بإذن الله تعالى، وطاولة الحوار تجمع الجميع. عاد إلينا مرة أخرى وأجدد الترحيب به مرة أخرى، وأسألك سيد الهادي، هل هنالك أي فرصة لحدوث التوافق الذي كان يتحدث عنه سيد ماهر مذيوب من أجل الوصول إلى حالة حوار أو نقطة التقاء بين كل المكونات السياسية في تونس من أجل حل هذه الأزمة، وهل سيستجيب الرئيس؟ أنا في اعتقادي إن ما قبل 25 جويلية ليس كما بعدها، ولا عودة للحوار حسب برنامج الرئيس للحوار المجاني. والمرحلة العشرية هو قطع مع العشرية السوداء التي مرت بها تونس من عدم الاستقرار
إلى حالة الفرار الجماعي لشبابنا عبر البحار، فعدم الاستقرار السياسي عطل عجلة التنمية. أما الحريات التي تحدثوا عنها البعض فهي لم تقمع الحريات، فالتظاهر غدا في عيد الثورة سيتظاهر منوئ الرئيس ولا أحد يعترض على ذلك. أما الحوار المزيف وكما كان يحدث في عهد الباجي قيد السبسي الله رحمه الله فهو حوار لا يجدي نفعا، فتونس في حاجة لاستقرار إلى تغيير النظام السياسي. النظام البرلماني أثبت فشله لمدة عشرية، تشتت في البرلمان، صراعات داخل البرلمان، وهذه القضايا لا تعني الشعب التونسي كثيرا. شباب تونس يطمح إلى غد أفضل، إلى تغيير تصحيح مسار هذه الثورة التي لم يجني منها الشباب شيء. أنا في اعتقادي أن من يعتقد أن العودة إلى ما قبل 25 جويلية فهو حالم، أنا في اعتقادي، والرئيس لن يعود إلى هذا الحوار كما يقول هو من المجاني. فترتيب البيت الداخلي وإعادة إدخال تنقيحات على الدستور عبر استفتاء شعبي، فإذا أردوا إسقاط هذا الاستفتاء فليسقطوه عبر الصناديق. فتونس تمر اليوم بأزمة خانقة اقتصادية، وهو نتيجة هذه العشرية التي أدت إلى التشتت وأدت إلى الفوضى الموجودة في تونس. ونحن نأمل أن تتحول تونس إلى الديمقراطية، ولا عودة إلى القمع ولا عودة إلى السجون. تونس ليست كما ليست ما قبل 14 جانفي وليس ما بعد 25 جويلية. فعلينا أن نعيد النظر في هذا النظام السياسي أو ما يسمى بالجمهورية السياسية. لا عودة إلى السجون، وهنالك سيكون هناك تعديل دستوري، ومن يريد أن يدلي بدلوه فليذهب إلى صناديق الاقتراع، وفي النهاية الصوت للشعب. كيف تقيمين هذا الكلام سيدة لمياء؟ تفضلي. نعم، شكرا لك. أنا كنت أستمع إلى كلام متناقض. كيف يمكن للعقل البشري أن يجمع بين متناقضتين؟ كيف يمكن أن نقول أن تصحيح مسار الثورة يمكن أن يتم عبر انقلاب، وأي انقلاب؟ انقلاب بالطريقة المتخلفة للانقلابات التي شهدتها ستينات القرن الماضي. إذن العقل السليم يقول أن تصحيح المسار يكون بجرعة أكبر للديمقراطية. الديمقراطية عندما تتعثر نعالجها بجرعة وبجرعات ديمقراطية أكثر، هذا عندما نكون في نظام ديمقراطي. لكن أن نكون في نظام ديمقراطي متعثر أو أن نكون في نظام ديمقراطي ربما يسير ببطء، فنأتي ونعالجه بانقلاب وبمسك لكل السلطات في يد فرد واحد لا يؤمن بحوار ولا يستمع لأحد، وهو يقول أنه لا يستفتي أحدا ويزدري الجميع بدون استثناء، يزدري أصدقائه قبل خصومه، يزدري الطيف السياسي والطيف المدني، لا يقبل أي شريك معه لبناء وإصلاح هذا الوطن. كيف يمكن لعقل سليم أن يقبل أو أن يتفهم أو أن يستسيغ أن يكون دواء عثرات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي، أو أن يكون دواء حتى ربما الزيغ عن المسار الديمقراطي الذي قلنا نحن كنا نرزح تحت استبداد، وأننا كنا نسير بخطى بطيئة نحو بناء ديمقراطية حقيقية. نعم كان مسارا متثاقلا بطيئا، لكننا كنا ننحو نحو إرساء هذه الديمقراطية. أن يأتي رأي آخر ويقول أن دواء الديمقراطية المتعثرة هو انقلاب واستبداد بالحكم ومسك لكل السلطة، السلطة الثلاثة بيد فرد واحد قد يخطئ وقد يصيب، لا يستمع إلى أحد ولا يؤمن بالرأي المخالف. إذن حقيقة هناك خلط في المفاهيم، وربما هناك لست أدري إن كانت صفقة أو إن كانت سذاجة سياسية، لكن للأسف العقل السليم لا يمكن أن يستسيغ مثل هذا الطرح، لأنها سردية رديئة، ولأنه طرح أيضا
لأنه كما قلت في النظم الديمقراطية يكون دواء أو تعثر الديمقراطية في ديمقراطية أكثر. من حزب حركة تونس الإرادة، كنت معنا عبر الانترنت من تونس، وعفوا على المقاطعة. كما أشكر ضيفنا من اسطنبول عبر الأقمار الاصطناعية سيد ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي، ونشكر ضيفنا عبر الانترنت من تونس أيضا سيد سرحان النصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، ونشكر ضيفنا عبر الهاتف من تونس المحلل السياسي سيد الهادي الغلوفي. شكرا جزيلا لكم جميعا. المساء مستمر مشاهدينا، وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها: الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواصل معركة مع الخاوية ويستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 122 رفضا لاعتقاله الإداري.